تقوم وزارة الموارد المائية بصيانة مشروع ري كركوك ضمن قاطع قناة الطوزة من الترسبات والشوائب، والذي يسهم بزيادة خزين المياه للاستفادة منها في الإسالة في الطوز وسليمان بيك وأمبرلي وجزء من قضاء كفري وتغذية مساحات واسعة للأراضي الزراعية. تقوم دائرة صيانة مشاريع الري بتنظيف مشروع ري كركوك ضمن قناة طوز خرماتو. تقوم وزارة الموارد المائية المتمثلة بهيئة صيانة مشاريع بازل كركوك بتنظيف قناة الرئيسية بطول 7 كيلومترات وبواقع 5 آليات حفارات 3 ذراع طويل و2 برمائية لتنظيف الترسبات والأعشاب المائية. تم بواقع عمل 14 يوم فعلي بسبب وجود المراشنة وإيصال المياه للإسالات والقرى والألياف والأراضي الزراعية التابعة لقضاء طوز خرماتو. يشمل مشروع تنظيف قناة ري طوز خرماتو حوالي 7 كيلومترات من الشوائب والترسبات والشنبلات المائي. نادى التوجيهات وزارتنا وزارة الموارد المائية والهيئة العامة لتشغيل مشاريع حوض نهر الدجلة. تقوم مديريتنا مديرية الموارد المائية في طوز وبالتنسيق مع ملاكات مديرية صيانة مشاريع ري كركوك ومديرية صيانة مشاريع صلاح الدين بتنظيف القناة الرئيسية ضمن قاطع طوز والبالغة بحدود 17 كيلومتر. تم تقسيم العمل إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بحدود 7 كيلومتر وهي المرحلة الحرجة في مؤخر القناة برفع الترسبات الطينية داخل القناة بدعم وجهود آليات مديريتي صيانة كركوك وصلاح الدين. ولعدم وجود آليات متخصصة في عمل هذه القناة تم تعزيز مديرية صيانة كركوك بآليات حفارات برمائية من محافظة واسط لرفع الترسبات وبالتالي رفع الترسبات من جانب القناة إلى خارج القناة. الجدوى من هذا العمل تنظيف القناة يؤدي إلى زيادة الخزين المائي للإطلاقات القادمة داخل القناة وبالتالي تأمين تشغيل محطات الإسالة بسلاسة ولأيام أكثر. برنامج العمل هو عبارة عن 4 أيام عمل في كل 10 أيام، 6 أيام تتوقف فيها الآليات بسبب ارتفاع مناسيب المياه وتستمر 4 أيام لرفع المناسيب. المرحلة الثانية اللي متبقية من 17 كيلومتر اللي هي بحدود 10 كيلومتر سيكون يتم إعداد برنامج لها للسنة القادمة. تنظيف مشروع ري كركوك يساعد في زيادة الخزين الماء في القناة والتي تستخدم للماء الإسالة في قضاء طوز خرماتو وتغذي أراضي زراعية شاسعة في المنطقة. لفضائية صلاح الدين، كاروان زنقنا، قضاء طوز.